اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد باذن ربنا. في الفيديو ده هنكمل سلسله ميكس في دقيقه، وهنتكلم عن الميكس رقم 4. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن 3 ميكسات، رقم 1 كان تو صوت فان صوت باك صوت قوة، يبقى 1 2 3 4 ده بالنسبه للميكس رقم 1. قلنا بالنسبه للميكس رقم 2 لما حد يجي يديلك لكمه في وشك وانت واقف قدام الخصم هتصدها بالطن صوت، بعد كده باك صوت قوة، يبقى 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بالشكل ده. وقلنا بالنسبه للميكس رقم 3 لما حد يجي يديلك لكمه في وشك هتصدها برده بالطن صوت، بس هتدي له قوه في الوش، بعد كده هتحولها لفان صوت في الرقبه اللي هو سيف يده، بعد كده باك صوت في الوش وقوه، يبقى 1 2 3 4 1 2 3 4. طب بالنسبه للميكس رقم 4 وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده هيكون عباره عن ايه؟ لما حد يجي يديلك لكمه في وشك هتصد اللكمه بالباك صو، وفي نفس الوقت هتعملها باك صو في فم المعده، بأصبح دلوقتي انت صديت اللكمه وضربت في نفس الوقت، وبعد كده هتديله بعد كده قوه، هتديله لكمات في الوش وبعد كده قوة في الوش، يبقى اصبح دلوقتي لما تيجي تتدرب عليها الخصم جاي موجه لك لكمه 1 2 3 1 2 3 وهكذا، يبقى كده اصبح دلوقتي انت صديت اللكمه وضربت ضربه في فم المعده وكمان ضربت لكمات في الوش وكوع كمان في الوش. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، وشكرا لكم ونشوفكم في فيديوهات اقوى.